هو المهندس يوسف أبو أسعد، مدير عام الأرصاد الجوية الفلسطينية. صباح الخير مهندس يوسف، أهلا ومرحبا بك معنا إلى فلسطين هذا الصباح. صباح الخير أخي خميس لك، وصباح الخير لكل الإخوة المشاهدين، حياكم الله، أهلا وسهلا فيكم. يا هلا. توقع تدني على درجات الحرارة هذا اليوم، ويعني أمطار، ومتوقع زخات أيضا من البرد مساء. نعم، هذا اليوم تأثرت البلاد بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة، لذلك أجواء هذا اليوم غائمة وباردة، حيث يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، واعتبارا من ساعات الظهيرة تسقط بإذن الله الأمطار على مختلف المناطق، تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتزخات من البرد أحيانا، وأيضا تشتد هذه في ساعات المساء والليل. رياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية ناشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، وتكون حالة البحر مائجا. بينما الاثنين بإذن الله تبقى البلاد تحت تأثير المنخفض الجوي والكتلة الهوائية الباردة المرافقة له، لذلك أجواء غائمة وباردة، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، وتسقط الأمطار بإذن الله على المناطق المختلفة، تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا. رياح جنوبية غربية لشمالية غربية معتدلة إلى ناشطة مع هبات قوية، والبحر بكون مائجا. أيضا الثلاثاء تبقى الأجواء غائمة إلى غائمة جزئية، وفرصة لأمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، لكن درجات الحرارة ترتفع قليلا. بينما الأربعاء بإذن الله ارتفاع آخر على درجات الحرارة، وتصبح أعلى من معدلاتها في مثل هذا الوقت من السنة، وأجواء تصبح ما بين غائمة جزئية إلى صافية. الخميس ارتفاع آخر على درجات الحرارة، تصبح أعلى من معدلاتها بحوالي 5 إلى 6 درجات مئوية. هذا هو تحذر دائرة الأرصاد الجوية اليوم وغدا من خطر تشكل السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة، ونحذر أيضا من خطر شدة سرعات الرياح العالية، ونحذر أيضا من خطر الانزلاقات على الطرقات أثناء تساقط المطر أو زخات البرد، ونحذر من تدني مدى الرؤية الأفقية. أخي خميس، نعم، درجات الحرارة المتوقعة نمر عليها سريعا مهندس يوسف. نعم، بالنسبة لدرجات الحرارة العظمى المتوقعة لهذا اليوم والصغرى لهذه الليلة كما يلي: في القدس العظمى 13 والصغرى 8، رام الله والخليل 12-7، في نابلس 14-8، جنين وطوباس 18-10، في أريحة 24-12، في الأغوار الشمالية 22-10، بيت لحم وسلفيد 13-8، طول كرم وقلقيلية 19-11، في غزة وخان يونس 18-12، وأخيرا في رفح 19 العظمى والصغرى 11، والله دائما أعلى وأعلم. والله تعالى دائما أعلى وأعلم. شكرا جزيلا لك المهندس يوسف أبو أسعد، مدير عام الأرصاد الجوية. صباح الخير.